السنة هذه الجديد فيه أن عندنا 7 مهارات جديدة، مجموع المهارات 57 مهارة، عدد المشاركين 423 متسابق موجودين. طبعاً عندنا فئات مختلفة في المسابقة، عندنا فئة أصحاب الهمم، عندنا فئة للمسابقات المتقدمة، وفيها وعندنا فئة اللي هم الأشبال أو الصغار والجونيور يسمونهم. وعندنا طبعاً الفئة الرئيسية اللي هي فئة المسابقة المهارات الوطنية، اللي ناخذ منهم الفائزين ومن ثم نروح للمسابقات سواء الخليجية أو المسابقة العالمية. الحمد لله السنة هذه الجديد حطينا مسابقة جديدة اللي هي فن الخطابة اللي هي Public Speaking Competition. طبعا الهدف من وراها نبغي نطلع جيل من أبناء الإمارات وبنات الإمارات إن يقدرون يتكلمون بثقة، وعندهم اللي هي الطلاقة في الخطابة قدام الجمهور. هذا شيء من الأشياء اللي نحن إن شاء الله مطلعين إن هي مسابقة، ليست مسابقة متصلة بمسابقة عالمية، ولكن نحن نبغي نطلع المسابقة هاي أن نكون مسابقة جديدة من فئة جديدة. هذا الجديد صراحة السنة هذه من مسابقة واحدة هذه، وعندنا أيضا مسابقات أخرى، تبريد تكييف هي مسابقة أيضا جديدة، أن مسابقة هي العلوم اللي هي الـ AI اللي هي الـ Artificial Intelligence، هي طبعا أيضا الذكاء الصناعي، مسابقة جديدة هاي. عندنا مسابقة لأصحاب الهمم جديدة اللي هي تنسيق الزهور. نسبة التفاعل السنة هذه من المؤسسات التعليمية وأيضا المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية كبيرة جدا، يعني شفت أن مستوى الوعي زاد بشكل كبير، وهذا واحد من أهدافنا أن كيف نحن ننمي المهارات هذه عند المواطنين. عينك على العالم.